مساء الفل عليكم، معاكم امل فريق بريزمس تابر وير النزهه. النهارده حابه اشرح لكم العياشه بتاعت تابر وير دي، قطعه جديده نازله معانا في الفلاير. اتمنى بجد انكم كلكم تجربوها. القطعه شيك جدا، ده الغطا بتاعها. هي بتتكون من 3 اجزاء، اول حاجه الغطا، تاني حاجه الفاصل معانا، وتالت حاجه هنا العلبه نفسها. طيب الغطا ده الموجود فيه فتحات من السيليكون، هي مش مفتوحه للاخر، هي فيها زي طبقه شفافه كده، وده عباره عن فلتر لتنقيه الروائح، وكمان بيسحب الرطوبه او بيمتص الرطوبه الموجوده في العلبه. الغطا ده ما ينفعش يدخل غساله الاطباق، المفروض ان انا بغسله على ايدي عشان غساله الاطباق والحراره بتاعته ممكن تبوظ لي الطبقه الشفافه بتاعه السيليكون ده. عندي بعد كده العلبة نفسها حجمها 3.5 لتر، زي ما انتي شايفة انا اقدر ان انا افصل الجزئين من المعجنات اللي انا حطاها، وفي نفس الوقت اقدر اشيل الفلتر ده كله واستخدمها لحاجة واحدة زي الباتون سلي زي البقسماط، حاطة معجنات نوع واحد واكون مالية بيها العلبة. الفاصل هنا اقدر احطه في اي مكان، هو ملوش مكان محدد، زي ما انت شايفه الشماعات دي تقدري ان انت تحطي الفاصل في اي مكان انت عايزاه. القطعه روعه روعه روعه، يا ريت فعلا تفكروا فيها بجديه.